عايز كل رموز النادي او عاملين رموز النادي الساعه 7 النهارده عشان لو حد عنده راي يقول لي على الترابيزه ولا مجلس اداره. محدش يشوف. يبقى مش عايز اسمع صوت حد فيهم في اي قناه يتكلم تاني او اذاعه. خلاص تم دعوتهم جميعا. عشان سامر دعوهم يجيبوا الساعه 7 قبل الميعاد بتاعكم دي او رقم بتاعكم وجهزنا لهم مكان فوق واللي اعتذر اللي عينه تعبان واللي عايز يتعشى ما تنساني ليه في التلفزيون في الاذاعه. ما تيجي لو راجل عندك شجاعه ورايه. انا عندي شجاعه اقول ان المسكات عبد اللطيف ابو رجاله وعينه كان سامر اللي منوه انا ما بستفيدش مني ولا الاعضاء بيستفيدوا مني. في ليه؟ واحد مدرجاتهم الى السقوط وعندي قرار من المحافظه والامن ممنوع حد يقف عليه. اثنين هو انا النهارده زي الزمالك في الكافيه كان عند دار القضاء العالي واتنقل محدش عيط وراح على مصر النيل نادي القاهره محدش عيط واتنقل على مصر حبلون محدش عيط وجه هنا انا كل اللي عملته لما يجي لي النهارده 2 مليار و200 مليون في مكان كله غلبان وانا بموت محمد حسن حلمي. انت ليه عايز فكره ان محمد حسن حلمي كشخص يحترمه ويقدره كله ويقدر كله والمكان اللي كله غلبان وانا النهارده لما يجي لي 2 ما بتعزش حد على طول ما بتعزش على طول اروح نادي يجي يبقى في 2 مليار و200 مليون يعني ايه؟ يعني 300 مليون جنيه 150 على الواقع و 150 بعد شهر يجيبوا لي 36 مليون جنيه اجيب اي لاعب في العالم كل سنه 50 مليون كل ده عشان حرامه عشان وقت الاكسان غالي انت ناس اللي جبت التعيين والثقافه مع ممدوح عباس عشان ابني كنت عايزين يلعب بالعافيه والخيمه فاكرها ايه؟ مش تاريخ هو انا النهارده عملت المبنى الاجتماعي لو نزلوه باسم وجه احمد مرتضى مشيت انا ولا حصل لي حاجه قال لك المبنى هيقع قال لي ده ابويا ابويا ايه؟ النادي كله بيرجع بقى نرجع بقى جمال امنيه محدش فينا يملك حاجه الكلام المدير دوت تقولي لي ما يكونش في ارض بابا هو احنا فين في ارض بابا انما يا جماعه ما كان نادي جمال امنيه جمال امنيه كان 2 مليار و200 مليون ده سعر مبدئي انا مش فاهم تعبان واللي عايز يتعشى ما تنساني ليه في التلفزيون في الاذاعه ما تيجي لو راجل عندك شجاعه ورايه انا عندي شجاعه اقول ان المسكات عبد اللطيف ابو رجاله وعينه كان سهر اللي منوه انا ما بستفيدش مني ولا الاعضاء بيستفيدوا مني. في ليه؟ واحد مدرجاتهم الى السقوط وعندي قرار من المحافظه والامن ممنوع حد يقف عليه. اثنين هو انا النهارده زي الزمالك في الكافيه كان عند دار القضاء العالي واتنقل محدش عيط وراح على مصر النيل نادي القاهره محدش عيط واتنقل على مصر حبلون محدش عيط وجه هنا انا كل اللي عملته لما يجي لي النهارده 2 مليار و200 مليون في مكان كله غلبان وانا بموت محمد حسن حلمي. انت ليه عايز فكره ان محمد حسن حلمي كشخص يحترمه ويقدره كله ويقدر كله والمكان اللي كله غلبان وانا النهارده لما يجي لي 2 ما بتعزش حد على طول ما بتعزش على طول اروح نادي يجي يبقى في 2 مليار و200 مليون يعني ايه؟ يعني 300 مليون جنيه 150 على الواقع و 150 بعد شهر يجيبوا لي 36 مليون جنيه اجيب اي لاعب في العالم كل سنه 50 مليون كل ده عشان حرامه عشان وقت الاكسان غالي انت ناس اللي جبت التعيين والثقافه مع ممدوح عباس عشان ابني كنت عايزين يلعب بالعافيه والخيمه فاكرها ايه؟ مش تاريخ هو انا النهارده عملت المبنى الاجتماعي لو نزلوه باسم وجه احمد مرتضى مشيت انا ولا حصل لي حاجه قال لك المبنى هيقع